اليوم ستعقد آخر جلسات هذا المنتدى الذي استمر طيلة الأسبوع في ما يتعلق بمواقع المجتمع المدني في التنمية الشاملة داخل ربوع المملكة. وسنعرض خلال الجلسة الأولى هذا الصباح جملة من القضايا التي تتعامل معها بعض الجمعيات الوطنية أو الجهوية أو المحلية، ومنها رابطة الجمعيات الجهوية، حيث سنحاول إبراز كل ما تقوم به هذه الجمعيات مواكبة للسياسات العمومية في جميع الميادين، وإبراز كذلك الثوابت التي يقوم عليها المجتمع المدني الذي يعد اليوم ومنذ أكثر من 40 سنة من ركائز التنمية الشاملة في بلادنا. وستعرض هذه الجمعيات ما تقدمه من أعمال وأنشطة في هذه المساحات وفي هذه الميادين المختلفة، وكل ذلك يصب في أمر واحد وهي كرامة الإنسان المغربي في هذه المملكة السعيدة، في هذا البلد القوي بنسائه ورجاله، بمجتمعه المدني المتمكن والمتعلق بوطنيته وبوحدة ترابه. وفي هذا الباب نقدم نحن المجتمع المدني ما أطلقنا عليه الدبلوماسية الجمعوية. لا أحب كلمة موازاة لأن خطين متوازيين لا يلتقيان، ولكن نحن في عملنا الجمعوي نلتقي مع الدبلوماسية المغربية الرسمية ونضعها في أم اهتماماتنا بالوحدة الوطنية. كيعرف اليوم فضاء جمعية أبا نقراق واحد في إطار فعاليات سلام عاصمة المجتمع المدني، لقاء مع مجموعة من الجمعيات الفاعلة منذ ثمانينيات القرن الماضي اللي بصمت مسار المغرب من خلال عمل اجتماعي وجمعوي متميز آنذاك. اليوم نحن كجمعية أمل سلا وبدعوة كريمة من منظمي منتدى سلا عاصمة المجتمع المدني خصوصا سينور الدين شمعة رئيس جمعية أبي نقراق، كيمكن لنا ولا غادي تكون عندنا فرصة أننا نقدموا جمعية أمل سلا كفاعل يعني حديث 20 سنة من تواجد العمل الميداني مع الشباب.